ننتقل سويا لثالث أيام عيد الأضحى المبارك. تجربة فنية زعصيتة مؤخرا بعدد من الأعمال الخاصة والرائعة واللي انتشرت في الأوساط والأسافير. خلوهم مع بعض نستمتع ونحيي بدءا الفرقة الموسيقية الموجودة بكل تأكيد. انت ما في الاصل تربال يعني كمان والله في غرقان عليه بترجع يعني بترجع للزراعه في مواسمه ولا بس خلاص ابغون اشارك من لا والله بنرجع يعني نرجع البلد هزعي فيني ودنا انتهى يوم زين دواي شفايا انا احبذ انه احنا نزل الجمهور وداير يسمع شنو يعني لو لقينا غنى هو غنانا ذاته بنفس المود بنفس اي حاجه وخياراتهم كانت افضل يعني احنا ممكن نغني الغنى حتى لو كان ما عندنا ممكن نحفظه عشانهم عيال في غنى عجبك ما سيب لي شراك وبيعك في المحاسن والارواح شراك اي الفاري فؤادي يا ضاري بضراك وشيل النوم ورجع قلبي طاش وراك بتجاملوا في القصه بتاعت العدد؟ اكيد طبعا الناس طبعا الناس كل الفنانين اللي احنا بنلاقيهم ونسالهم كلهم بيقولوا بجامله طيب الحقيقه ما في مجاملات لا والله في والله مجاملات بس الناس كلها ان شاء الله حتحضر كلامي اللي انا بقوله ده ولو في زول قال انا ما قاعد اجامله تبقى دي مشكله ثانيه اقام من كسل ستة صباح قاويت الفيا في كفاح والله خلاني نوم هيا لنا هيا سواق مش براح الوالد القليب جراح والله دون كل الآراء إذا كانت سلبية أو إيجابية وتكون حقيقية سهرانات براكين وشقيانات براكين سهرانات براكين وشقيانات براكين وهو يطول عزاكين ومحبوب كل فاكين سننتو على موعد مع ريان الظاهر تحياتي لك كل سنة وانت طيبة ولأسرتك الكريمة تستضيف مؤيد ونسا خفيفة ولطيفة وظريفة إن شاء الله تستمتعوا بها ونجوم وغيوم برضو دي برنامج مختلف ومميز نشوف مع بعض ونكتشف سويا برضو نوعية هذا البرنامج سهرة نجوم وغيوم معايدة من القوات المسلحة تقابلوني رانوين مثل الحزن سيد محكرتي سودانية زي أجدادنا صوت العزة فينا شميخ وساعة الحارة تلقانا نموت على كل مبدأ صحيح لولا شعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي ولولا خشية الرحمن ربي حسبت الناس كلهم نعم. عبيدي عين المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري وين المثل وين بيشبه من بعدك بيملى العين راس رزينة عارف الدين العسكر حبه للوطن بيتجلى من خلال أعمالنا الجليلة اللي بيقدموها لبلدنا لشعبنا لوطن الظهر الراكز فيه أمانك يا هو الجندي إذا ما درت تشوف الكفرسانك تلقي الجندي ركزت العز الراسي على أركانك يا هو الجندي وابشر يا جدع الجنوي وراك ثاني دربوك يا تلف الهمام ثاني دربوك يا تلف الهمام ديدبانا للمعالي هندواني الغوالي أرجوان قناصر الروماني يحقره كساك جميل الصفات وفضائل الأخلاق من خلال العمل الملحن جابونا الخبر والله ممشارة شفت الباب قفل تقول صفارة هو غادر الشندفات فوق القضي بجارة ده في وداعة الكريم
العود لديارة. الجيش تمثيل كامل لوطن أصغر. واجد في كل وادي كل حب من فؤادي، خالد رغم اشتباكات العراق. ضيف الهج عقاب جاب له يا النصر، يزم له يا علي وتقتل يا صقر. وحاته وين بمشي كيكدي برمكليات ويا علي. الدنيا فارق وزحام عشان نعيش في سلام. تحية لكل المبدعين العسكريين الذين ينتشرون على امتداد هذا الوطن، يحمونه بالكلمة وبالسيف وبالقلم. شم الدم وقال حرم، بدينا معاقين اسم مشوار، بتجري تزوزي طول اليوم ونحن وراك ما بننجم، وتفتح نار لترمي شهيد ويبقى مزار ونفرح به وما بنندم. أنا يا أمير طول شباب غرامة مسؤول علي، وأنا يا تفاح بين الماك والباقي ورية. أنا يا أمير طول شباب غرامة. هنا معايدة مختلفة من القوات المسلحة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله تشوفوها وتستمتعوا بها، وننتقل إلى أشرعة ونعود من جديد للتحقيب والحديث عنها. تفضلوا. في مساحة استثنائية لفنان شاب مجتهد ومتطور. ان شاء الله نقدر احنا كشباب كده نقدر نحافظ على الارث ده، الارث الكبير والمسؤوليه الكبيره. حاول تسعد في حبك مهما ازددت ويا احزر لا سلم قلبك بمصاريف الايام. شفت فنانين، لقيت ناس في اعلام في المدينه دي، فدلنا نتكلم شويه. بيقولوا المكان هو بشكل البني ادم يعني. واحد من الناس اللي أجازوا صوتي يعني صدنا أصبح مصطفى رحمة الله عليه. الرأى العاشق يا حبيب دعا إحنا أنه يشوف كل شيء يرعاه. إذا كانت العبرة هي عندها رمزيتها في الوطن وفي الثورة وفي النضال، العبرة كمان رمز فني كبير. معزورة أستاذ مصعب الصاوي، كل سنة وأنت طيب وعيد مبارك. إن شاء الله حتشوفوه في على الشاشة مع الفنان الإنسان الدبلوماسي محمد عيسى صاحب الصوت الجميل. تحياتي لك يا محمد، كل سنة وأنت طيب ولكل جمهورك. دي كانت برامجنا، إن شاء الله اللي حتشوفوها ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. طبعا احنا مستمرين معاكم في هذه السهرة المخصصة لاستعراض برامج العيد. كل سنة وانتم طيبين، وفي انتظار الجديد ايضا اللي حيكون معانا من خلال زميل كركساوي لمعرفة اخبار اهلنا واحبابنا.